شنو المشكلة سيدي؟ المشكلة عندنا احنا راه صحاب سد المسيرة من 78 79 ملك المرحوم الحسن الثاني الله يرحمه، وجابونا عائلات وجابونا وراثة باسم الدولة. السلطة اللي عطات الأوامر باش كل عائلة تعطي واحد، باش كل عائلة تعطي واحد، كل عائلة عطات واحد كاين ينوب عليها، ينوب عليها. ما سنينا ما قربنا، قال لك سيدي عطيناكم أرضين تعيشوا حتى هات 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 اقرا هادي شوف اش فيها، اشري اقرا هادي شوف اش فيها، وشوف هاد الظلمات اللي كتروج، وهاد الظلم اللي كيروج في قليم السطات عايب وعار. تقريبا ديال الناس هنا اللي وقع عليهم نفس المشكل. نفس المشكله سيدي، راه 136 خرق. 136 خرق؟ اييه، وانا اني فركتوها كلها فين، كلها فين داو، كلها فين داو، شدوا الجماعه فوقو، شدوا ولاد سعيد، شدوا لطربوش، شدوا سيدي ولاد سعيد، شدوا هنا المزامزه. هادي عطينا السيد عمل هاد الارض، عطينا الكتعويض، عطوها لنا كتعويض في ارض والدينا، في ارض والدينا. وهاد الناس زالوا لنا الحاله ما سمحوش لهم امام الله، امام الله وكل عائله. خاص اخويا الدوله دير التفاته في هاد الناس اللي شوف اسيدي، ما داروش معنا، ما داروش معنا الدوله، ما داروش. راه 78 دخلتوا درتوا مراسلات اي اي دخل، ما خلينا ما درنا. عنده ظاهرة بالبلاد، عنده ظاهرة، عنده ظاهر شريف. ما خلينا ما درنا، ما خلينا ما درنا الا كل شيء عار وحشومة. ما نسمحوش هاد الناس اللي داروا هاد الحالة، نباتوا نمشيو حنا وولادنا. حنا بلاصة انتم بالضبط دابا حنا حنا مزام زماري الواد، انتم هما مزام زماري الواد. اي قيادة سيدي العيدي هادشي اللي داروا لنا هاد الناس ما نسمحوش لهم امام الله. وناضوا بغينا نعرفوا هذاك النائب اللي عطاه التيتر منين مرتو، وما جاو ورثه، وراهم واقفين بغاو يشدوا اي لوحو الى حوايج. واحد راه محكوم عليه المحكمه حاكم سيدنا عاطيهم من الهجره ديال السد، زعيم السد هو اللي عطاهم هذه البلاد. اللي داوي معاك السيد حصاد الميلودي مسكين، مني مسكين، وهادشي ما تصابش. انا كان سيني سبع خط ايدي نتعدم نتعدم، ما تصابش لا شباب الزوير. انا مريض عامين وست شهور وانا مريض بالقضيه، ولا ما تصابش هادشي. انا كنحكم على عاد لوحات هي، انا كنحكم على نفسي بالاعدام. الا ما كانش تنكر بالله ما كانش تنكر على خو خوك. دابا انت اللي دارك كاين اللي قارب خوك، كاين اللي عمل خوك، خلصوا مع خوتهم. انا كنكون خوتهم، طالبوا من السيدي التفات الخو بالله، راه جا هو وياه من سد المسيره فهمتي، وعنده حق معاه النص بالنص. هو حين تكلف داروا غير واحد مكلف، مي يتكلف هو ضرب على كل شيء. ملي كلفاتو الدولة ضربها كلشي، وهاد البلاد راه عندها ظاهر شنو نكر خوتو، نكر خوتو، نكر خوتو، كلشي نكرو. وخو راه دابا بالسبب ديالو راه مريض، راه شدو المرض ديال الزهايمر، ما عندوش. بغينا نجيبوه يدير وكالة لمرتو، ما عندوش سميتو، ما عندوش أهلية. ما خاصو هاد السيد اللي معني بالأمريكان هنا كنهضرو عليه، خاصو هو يتذاكر مع نفسه ويرد حق الخو في غيمشي. تا فروق البلاد وكنا وضع انا كنهضر معاك الحكايات، درتو كل شيء، ما خلينا ما درنا انا كنهضر معاك انا اساس لين كل شيء. هو ابن الصلاح ديال الجامع، انا كنعرفهم من 79 انا 74 65 باقي سنين كندخل عندهم الدار. التاريخ التاريخ، هما جيران عمي، جيران عمي كاع ما غنبنيو كاع ما غنفرقوا الارض، وخلنا تابنا وتتزاكا وتا ولا التريكه تما من ولد ولد ولد. انا تيبا درتي لهم التعرف على البلاد من جهتك، انت جاي تا من السد، اخوك تا هو جاي من السد، شي كنعرفو حنا الشهاده لله. انا ما يعطيني لا هذا لا هذا، حسن الثاني ما يمكنش تزور هاد الشهاده. انت جاي من السد، حتى هو راه جاي من السد، جيتو بجوج كل واحد خاص ليا تاخذ كلكم تروح عندكم. انا كنعرفو انا الرساله بغيتو توصل فين بغات غادا توصل. الدوله 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 ديال التفات، نكونوا منطقيين، الدوله ديال التفات ديال التصميم وتخرج لعين المكان فهمتي، تخرج لعين المكان ودير التصميم ديالها وتزكي، تعرف من ولد هذا من ولد هذا ومنين جيتي ومنين كذا كذا، راه عطانا الله. الناس اللي كيهضروا في هذا الشيء انا كتنوض من النفس، انا بعدا الظلم بدا الضو، وانا نمشي كان نقول هاد الحاجه والله تنشد فيه، اصلا بالله تنشد في با، ولكن ما ما كلام بزاف من الله. سلام. شنو المشكل يعني؟ وا وليدي وراني جايه من سد المسيره، وراني جايه انا ولوسي
وراه واثق من دير البلاد انا جاو عليا وراه جابني الحسن الثاني وراني حقي معاه وراني ساكنه حداه وراني والده حداه وراه جيرها مريض وراه جاو عليا وراه خرجوني وراه منفدين عليا وولي ما ولد الله يجعل تقليد عليكم والتقليد على السلطه والله يجعل تقليد على السلطه لا تلقت انا ولادي وراه شنو عندي الاولاد راه عندي ولدي عندي اربعه عندي خمسه خمسة جوج أولاد وجوج بنات أولاد أولادي أولاد أولادي أولاد أولادي معايا عندك بنات وجوج أي عندي ثلاثة البنات مارك وحدة ميتة وحدة ميتة وثلاثة باقات وجوج أولاد وأولادهم وجوج أولاد وأولادهم أوليدي راني تحت راه المنفذة خرج لك في شهر تسعود راه خرج نهار تسعود في شهر في شهر فين غتمشي لا خرج؟ قالك لوحو قالك تلاحي وما عقلش عليا وما عندي فين نمشي وما عندي فين نتفاوت ويجوا يقتلوني ويركبوا عليا وجايبني الحسن الثاني والله يجعل تقليدي عليكم وهذا اللي عطى الله وهذا وليدي. انا رسول الله احنا هاد الناس ابسط المسيره ذكري كانت الثقه والنيه واحد قدم واحد ماشي لا تبقى تاع السلالات باش تبقى مجموعه باش ما تفرقش اول شيء واليوم هاد الناس قدموا واحد واحد بغى ياكل واحد كاين اللي ثلاثه د الخوت كاين اللي اربعه كاين اللي خمسه كل واحد وكيفاش واليوم هاد الناس من التواخر ولا يقول لك نعطيك ثلاثه بطاطا انا عندي 26 نقيتها من الدوم من الاحجار انا زيد فيها وكابر فيها واش تخيلوا واحد زايد في البلاد وكابر فيها ويحولوها عباد الله واش هذا ظلم راه ظلم هادشي تعطيني ثلاثه بطاطا وانا ساكن 26 بطاطا انا ستات العائلات ولا 10 وجدي هو مراد اللي كان غايبنا ويدقات قوالي من النهار الاول قولي ثلاثة طارات شد من النهار الاول اسي ما تنوب عليا ما تنوب عليك واليوم هاد الناس ياخذوها بعين الاعتبار ما كندبعوا الشكايات كريم ما كيديوهاش فيهم كيحطهم في الحظر والله لا تشي عيب كيضر في الخاطر لما كنش ما كناش نتسالوا ادونا للحبس ما كناش نتسالوا ما عندناش الظاهر باش جايين وباش مقيدين النهار الاول ادونا للحبس انا عندي لاكارت على الشاويه المزامزم اي هذاك المزامزم مالي الواد سيد العيدي الا ما كانش لاكارت عندي تما يحرقوني انايا انا راه هاد الشيء ظلم انا راه كنبكي ليل ونهار انا راني صغير وطفقه غنبقى الذاكره عباد الله انا صغير عندي 32 عام غنبقى الذاكره راه هاد الشيء راه منكر منكر اصاحبي انك انت شي عاد انسان وخوك بحالك بحاله في الاسلام وينكر خوه راه عيب وزيد كنا دايرين بحال الوالد عندنا سيد الكرم حق لا اله الا الله كنا دايرين بحال الوالد كان الحلوه والمارة نفرقوا مع بعضياتنا واليوم غروا الشيطان بغى ينكر خوه راه عيب هادشي راه عيب هادشي على المناقشة صغيرة انا ادعى خوه راه عيب 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 وفايت العيب عيب شوفوا شوفوا هاد الناس وشوفوا على الاعتبار راه هاد الناس راه مظلومين راه كاين 136 حالة راه ماشي انا ولا الاخر ولا الاخر واليوم ما كيدواش فينا قال لك سير خذ دير لنا طلب وخذ ثلاثة القطارات انا ما باغيش ثلاثة القطارات باغي نبقى في ارضي اللي جبتونا لها النوم الاولى ما باغيش ثلاثة القطارات ولا اربعة انا باغي نبقى في ارضي ما باغي نبقى في ارضي عباد الله باغي نبقى في ارضي انا فين زايدة باغي انا ناكل ونشرب في ارضي انا غندير مشاريط انا بحال الناس وتباعش معايا ناس اخرين انا كسابه كسابه عندي الكسيبه عندي الكسيبه واليوم انا اللي غلوحه غيجروا عليا غلوحه غلوحه عباد الله غلوحوها وحنا منا كنتقاوتوا هذيك الارض راه منا كنتقاوتوا عباد الله راه لا اله الا الله يا ربي يا تمشي يا ربي تاخذ لما بديلش شيوف على بعضياتنا هادشي راه ظلم هادشي راه ظلم هاد الناس اللي داروا هاد الحال خصهم يتعدموا يتعدموا ولا شاف شي زر يدير رجله تقاضى 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 بزاف ولا شي ناس كيجريو في الظلم عيب هادشي راه اكبر عيب على ولاد الدنيا راه 178 ناس كيجيو حيتهم مقارين حيت لقاهم مقارين لقاهم مقارين تحقروا علينا انا خرج بالثالث علاش انا نخرج بالثالث ونضرب تمارة والحرات وكل شيء حراتها تبلح فيها انا ضربت تمارة كثيرة تمارة
راه دير انا 12 عام وانا سارح لك ما تاريانو راه 12 عام وانا سارح لك الماء يفض الله وقام قابل هذيك عادي نحي فيها والنقيبه من دون بحزره بحزره لا كانت تشيط راه قدام الله راه ناخذوني من اللحم ومن حسناته لا اله يا رب تاخذ الحق في كل ظالم يا رب راني غناخذ حقي فيدي لا كانت شيط يا ربي عايش الملك يشوف فينا يشوف فينا عايش الملك عايش الملك ردوا عايش الملك يشوف هذا الفيديو واخوتي بارطاجيو هذا الفيديو واخوتي بارطاجيو هذا الفيديو الله يرحم لكم الوالدين باش يوصل للراي العام بغيت انا اوصل للراي العام وتفكوا هاد الناس مساكن شكرا على المشاهدة اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك